عندنا مجموعه من ابنائنا خاليها الخله وخاليها الوي وخاليها سين السعد اليوماتي خالقه منها مجموعه جبرت تصايس من اذهب هي ارضنا احنا كامله اذهب وافتنقناها سابقا ولانا متراجعين عنها واكلها الليل على ملزاها من برا احنا ما عندنا فيها حق. الجواب اللي عندنا هو جواب عنا هذه الارض لا تنازل عنها وعنها ارضنا خلاق عليها ورابين عليها وذا كم ورايك نطالبوا من جلاله الملك والمركز انه يتدخل في الموضوع. الصلاه والسلام احنا كنا اليوم في الجلسه الخامسه في السابعه باطل في المحكمه في قصر العداله واللي احنا كنا معولين عليه من ناحيه ديال حقوقنا المكتسبه واللي هي زادوا عليها باتنا وماتنا وخلاو فيها عالمنا كامل فوق هاي الارض واليومات اياها نطالبوا من الدوله ونطالبوا من الجميع عن جميع الخطب اللي وجه جلاله الملك محمد السادس نصره الله لهذه المناطق الجنوبيه عنه ذيك الخطب اللي يوجهها لسكانها عنها تطبق على ارض الواقع. احنا هاي الخطب كامله اللي قد صمتنا لها موجهه للساكنه هون في الجنوب ما افتنا راينا لها تاثير يسوى هو شنو النتيجه. واللي راينا لها وهو مجموعه من المفسدين تمشانا على هذه الادارات العموميه هنا تعدل فينا كيف بغات. هذه الاملاك المخزنيه جابت لنا وثيقه اليوم مبهمه معدلتها هي على اجتهادها ومطبقه علينا عنا نعدل عليها الجواب. احنا الجواب اللي عندنا هو جواب عنا هذه الارض لا تنازل عنها وعنها ارضنا خلاقه عليها ورابين عليها وذا كم ورايك نطالبوا من جلاله الملك والمركز عنه يتدخل في الموضوع ذا هو. بس هذه الناس اللي هي تحكم في هذو الادارات العموميه هون عنها ناس مفسده ومشهود لها عنها مفسده كامله. وحتى السيد الوالي اللي كان هون ذيك العشريه السوداء اللي عشنا دار فيها نوع من الفساد ما قد حد شهده ولا قد حد يتكلم في ذاك العهد دياله. واحنا اليوم رانا ندوا بذاك الشيء اللي عدلنا وكال حقوقنا وكال حقوق ارضنا وباع ارضنا بغير نتيجه. واليوم اتياها من ذا المنبر ذا هو عندنا مجموعه من ابنائنا خاليها الخله وخاليها الوي وخاليها سين السعد ودفعت شور الولايات المتحده ودفعت شور اسباني ودفعت شور فرنسا ودفعت شور كذا اليوماتي خالقه منها مجموعه جبرت تصايس من اذهب هي ارضنا احنا كامله اذهب وافتنقناها سابقا ولانا متراجعين عنها واكلها الليل على ملزاها من برا احنا ما عندنا فيها حق. اليوم حقنا ما هضم فيها. بقينا هذه الجماعه ديالها وابناء ذي الجهه اللي جبرت هذا الرزق اللي كتبوا عليها مولانا ما عاطيه لها حد جبرته فرضها يحترمها المخزن وتحترمها القوات المسلحه وتخلي هذا المكان فيه لكانها تجبر فيه معيشه. ما هي راس قرايه ولا هي كاره على حد ولا هي معدله مشكله مع حد يسوى هو من هو اكتب عليها مولانا ذا الرزق احترموها لها اعطوها وقت تستغل فيه ذي الفرصه اللي هي وجزاكم الله خير شكرا.